الأهلي ضد سان داونز كلاكيت خامس مرة. الموسم الثالث على التوالي سيتعين على الأهلي مواجهة مامولودي سان داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي المرة الخامسة التي يصطدم فيها المارد الأحمر بالفريق الجنوب إفريقي في البطولات القارية، وتبقى المواجهة الأولى بين النادي هي الأهم في تاريخ نزالاتهم. ففي 2001 تواجه في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبعدما انتزع الأهلي تعادلا مميزا في جنوب إفريقيا بهدف لمثلي حسم لقاء الإياب في القاهرة بثلاثية خالد بيبو ليقتنص الكأس القارية للمرة الثالثة في تاريخه. وبعد 6 سنوات تجدد الموعد، هذه المرة في ثمن نهائي دوري الأبطال. لم يقدر سان داونز على الأهلي مرة أخرى وتعادل في ملعبه 2-2 قبل أن يخسر في القاهرة بهدفين دون رد. وبعدها واصل الأهلي المسيرة وبلغ النهائي قبل أن يخسر أمام النجم الساحلي التونسي. والمواجهة الثالثة كانت في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2018-2019، وهي الوحيدة التي استطاع فيها سان داونز التغلب على الأهلي وحقق فوزا تاريخيا بنتيجة 5-0، وخسارته في الإياب بهدف لم تمنعه التأهل لنصف النهائي. وبعد عام تجدد الموعد في المرحلة ذاتها، وحقق الأهلي فوزا هاما في استاد القاهرة بهدفين دون رد، وصمد في جنوب أفريقيا بالتعادل 1-1 ليواصل مشواره بعد ذلك ويتوج باللقب التاسع في تاريخه. وبذلك تكون إجمالي مواجهات الأهلي وسان داونز عبر التاريخ 8 مواجهات، فاز الأول في 4 منها وخسر مرة، والانتصارات الأربعة كانت في ملعبه.